فضيلة الشيخ عطية صقر، نود أن نعرف ما الحقوق التي تجب للأبناء على آبائهم. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وفي الحديث المتفق عليه: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وفي حديث مسلم: ولأهلك عليك حقا. والأهل في هذه النصوص هم الزوجة والأولاد، فلا بد من رعايتهم رعاية كاملة يحرم التقصير فيها، كما في حديث ابن حبان: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وكذلك في حديث أبي داود وغيره: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومظاهر الرعاية المتكاملة كثيرة، منها أدبية ومنها مادية. فمن الأولى مثلا التأديب والتعليم، لحديث رواه الترمذي: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. والأدب على رأسه الدين بعقيدته وشريعته وأخلاقه، ومنه اختيار الاسم الحسن. ومن الرعاية المادية احترام حياته حتى قبل أن يولد، وذلك بعدم الإجهاض. قال تعالى في احترام حقه في الحياة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي آية أخرى: خشية إملاق أي فقر. ومن الحقوق الإرضاع حتى يفطم، والتسمية ليتميز عن غيره وليعرف حقه، وكذلك العقيقة عند ولادته، وأيضا الختان، والإنفاق على الأولاد بما يكفيهم من الحلال حتى يبلغوا قادرين على الاستقلال بالمعيشة، ومداواتهم وتحصينهم من الأمراض، وعمل ما يقوي أجسادهم من الرياضات المشروعة، كما أرسل بذلك عمر إلى الأمصار: علموا أولادكم السباحة والفروسية، ومروهم يثبوا على الخيل وثبا. وفي حديث مقبول: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي. ومن حقوق الأبناء الاحتفاظ بحضانة أمهم عند الفراق، وكذلك التسوية بين الذكور والإناث فيما تستطاع فيه التسوية، وكذلك التسوية بين كل من النوعين فيما بينهم في الحقوق المشروعة كالميراث والهدايا. وحديث النعمان ابن بشير في ذلك معروف. هذه هي باختصار الحقوق الواجبة على الآباء للأبناء، والله أعلم.